هللويا هللويا هللويا. خذ كتابك المقدس الآن واعلن معي: هو كتابي المقدس. أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش. أنا جاهز لاستقبال كلمة الله التي تعطي الثمار 30، 60، و100. سوف أتغير باسم الرب يسوع. آمين ثم آمين. يا رب الآن أني أعظمك من أجل حضورك في وسطنا الآن في وسط الجماعة. أني أشكرك الآن يا رب من أجل كلامك، كلام الحياة. مكتوب تعرفون الحق والحق يحرركم الآن. أني أعظمك الآن من أجل الحرية التي لنا في الكلمة، الحرية التي لنا في محضرك، القوة التي نحصل عليها، والغذاء الروحي الذي لنا في كلمتك. أيها رب تعالى أنت زيد ونحن ننقص. تعالى أنت أظهر يا رب أنه ملكوتك وليس ملكوتنا. أنا نخفي أنفسنا الآن يا رب وراء صليبك لكي أنت تتعظم في كل ما نفعله في هذه الكنيسة لمجد ابنك يسوع. آمين ثم آمين ثم آمين. تفضل. هاليلويا. اليوم مبدئيا مفروض أنه ننهي مع بعض سلسلة التلمذة أو التلاميذ، ومفروض اليوم نكون عم ننهي هذا الموضوع بأنه نحكي عن بطرس. لا ربما ياخد بعد اجتماع، مش عارف، هلأ ببين معي قديش أنتوا بعد فيكم تستوعبوا أو قديش أنتوا بدكم تاخدوا اليوم. أنا بدي أعطيك قد ما أنت بدك تاخد. إذا طالما أنت في عندك جرار فاضي خي فارس، طالما الزيت سوف ينسكب. أمين. والآن قد ما أنت عندك جرار فاضي اليوم، الزيت سوف ينسكب خي أرام. أمين. والآن جميعا يا أحبة نريد أن نتذكر ليش نحن عم نتعلم. شو عم نتعلم؟ ما عم نتعلم عن التلاميذ لكي نزيد معلوماتنا وكي نتثقف روحيا. يعني في أشخاص تأتي لكي تستمع إلى عظة لكي تتثقف روحيا. إطلاقا هذا ليس همنا، لأنه بالحقيقة إذا أنت تريد أن تنال ثقافة روحية ممكن أن تقرأ شي كتاب تاريخي بعلمك عن هذا الموضوع. لكن الآن أنا وأنت تحت المسحة وب نعمة الرب وبإرشاد من الروح القدس نريد أن هذه الكلمة تصير حياة. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. هذا اللي كان يقال عن الرب يسوع، لكن الآن أنا فيني أقول هذه الآية بشكل مختلف: الكلمة صار روحا وحل فينا. آمين. كل واحد يطالب حد يقول له الكلمة صار روحا وحل فينا. الآن أنا بالروح القدس ممتلئ من الكلمة. آمين. ومشان هيك بعض الأحيان إذا أنت تكون في أي موقف أو موقع بحياتك بتلاقي في إشي عم تطلع، كلمة عم تطلع منك رغم أنك أنت مش قريها في الكتاب المقدس، لكن الله عم بفرجيك إياها، بوضح لك إياها الآن. صح؟ مش حدا منكم قال شي مرة راح قال أي وهو مش عارف زهق أي ولا لا، بعدين اكتشف أنه في هيك شي. ها؟ خلينا نشوف إيديكم. رحت قلت شيء لحدا، قلت له انجيل هيك بيقول، بعدين انت رحت يعني منين جبت انا، مع انه ما بعرف، بعدين رحت طلعت بكتاب مقدس قلت في هيك شيء، في تقريبا في هيك شيء. صح؟ ليه؟ لان انت تملك الان روح الكتاب. مين هو روح؟ الروح القدس. صح ايه ولا لا؟ مظبوط. الان لماذا اذا نتعلم ما نتعلم؟ نتعلم لكي نتغير. ما الذي ينبغي ان يتغير فينا؟ مفهومنا للتبعيه. مفهومنا التبعي. أنا وأنت نفهم التبعية بشكل مختلف، وخاصة في بلد مثل لبنان. لبنان يا أحبائي منذ تأسيس هذا البلد وهو منقسم على نفسه في عدة أحيان، والكتاب يقول أن البيت المنقسم على نفسه لا. مشان هيك الآن تاريخ هذا لبنان حافل بالحضارات اللي اجتاحته. بتلاقي ما بقى في أي حضارة في العالم ما أجت على لبنان عملت له كفين وكملت. كل واحد يعني صار شيء بالعالم بيجي ببل ايده بلبنان وبفل. مظبوط؟ لربما هذا غنى لألنا، يعني نحن تعلمنا تدربنا صار عنا، لكن بنفس الوقت هو دليل بأنه بالحقيقة ما في شيء صامد هون. ما الذي مش صامد هون؟ الانقسام الموجود، روح الانقسام الموجود في لبنان. الآن إذا ما الذي نريد أن نحاربه بالحقيقة؟ هو هذا الروح، روح الانقسام. كيف نحاربه؟ بروح التبعية. معي الآن؟ بأني أنا بالحقيقة تابع،
أنا بالحقيقة لست بحد ذاتي وأتذكره الآن أنه في حدا كان ممكن يلعب سولو، مش محتاج لحدا، اسمه يسوع. يسوع إذا كان في حدا بيقدر يعمل خدمة لحاله موجود على الأرض من دون ناس، من دون مساعدين، من دون أي حدا، والدليل أنه بالحقيقة لما يسوع كان عم بيخدم على الأرض ما شفنا شيء عم بيعملوه تلاميذ، صح؟ لم يحتاج له، مش محتاج لهم الرب يسوع، هن اللي محتاجين له، صحيح؟ إذا في حدا كان بيقدر يشتغل لحاله هو يسوع، لكن يسوع حتى أراد أنه يشتغل بفريق من خلال فريق، وهذا الفريق القاسم المشترك فيهم بأنهم كانوا أتباع. الأسيس يسوع جمع أتباع، كان يعز أمام الألافات معي، كان يخدم المئات لبللو في أشخاص. اليوم بتقلي يا أسيس أنا مبارح مشيت بالشارع وبشرت لي شي 100، وزعت لي شي 10,000 نبزة، يوه هاليلويا شو حلو، مجدا مجدا أنا منتعش، أعطوني أعطوني شو عندكم إشي أنا بوزعها. سهل جدا أنك تعمل هيك الآن يا أحبائي، لكن مش هذا اللي عم بحكي عنه الآن. رائع، لأنه يسوع وقف وراء، نريد أنه نعمل هيك، يعني ما حدا يسيء فهم، نريد أنه نعمل هيك، نريد أنه في أشخاص بتحب تبشر. يعني بتلاقي أشخاص، مرة كنت عم بحكي أنا وشخص كل يوم كان يعقدني، كان أسيس يعني بالحقيقة، كان يعقدني هذا أسيس بالكنيسة عنده، هذا الأسيس في حوالي 15 واحد. بعدين قال له، لأنه كان في بيو أمه وخيه ومرت خيه، مش 2-3-4-5، وبعدين كله من العائلة يعني هاي الكنيسة. بعدين صار يقول له بقي بس في بس كل يوم كنت روح، كنت عشت أنا وياه مدة معيني 3-4 سنين، كل يوم كنت روح اليوم بشرت لي شي 20 واحد طلبوا الرب. نزلت مبارح على السوق وخبرني قصص، قولي يا عمي انا صير اخجل، صرت هالقد، انا صرت زم، قولي يا عمي ايش انا شو مقصر، ويخبرني قصص مبارح وانا وقاطع هذا عم بيعبي لي بنزين، وشوفوا يعني شوفوا انكم انا وياه بسيارة، هو عم بنعبي بنزين، يعطي نبستين ثلاثة، بدك الرب صلي معي، قول يلا امين يا رب، عم بحكي بأمين. شوف يصلي مع محطة البنزين، يصلي مع السوبر ماركت، حلاء مصلى معه، اللحام مصلى معه، الجارة مصلى، ما مخلى حدا إلا مصلى، مصلى مع كل، مصلى له يمكن ربما مصلى له مع شي نص الأشرفية، مصلى معه بس ما في ولا واحد منهم مؤمن. اسمعني، هين جدا انك تقف امام الان، هلا انا فيني جن مثلا، فيني اعمل ضرب جنون، ما هيك؟ انك تعمل تلاقي مثلا شيء ملعب باسكت بول وفجاه تعمل لك ضرب جنون، تنزل بالنص خرب لهم اللعبه، وفجاه بيهجموا عليك الدرك، ما هيك؟ وتوقف تصرخ بالنص توبوا يسوع جاي، وانا 3-4 لقطينك عم شدوك، وقفوا وقفوا يسوع، وتقعد تبشر صح؟ والناس سمعتك وقالتون شو بكم تركوا الزلم عم بيحكي اشياء منيحة، شو عم يعمل؟ لا بس انت خربت لعبة، او توقف باي مكان ما عام وجن وتحكي اشياء وتعمل وتعمل وتعمل، لكن هل هذه كانت طريقة يسوع في ان يأخذ الانجيل؟ اطلاقا اطلاقا، يسوع لم يأمرنا ان نذهب الى العالم ونبشر الخليقة، يسوع أمرنا بأن نتلمذ الخليقة. وهذا الفرق، مش إن هيك أنا وأنت في هذه الكنيسة، كنيسة حياة الفياضة، مش موجودة لكي تبشر فقط، إنما موجودة لكي تتلمذ، تصنع تلاميذ، هم أيضا صانعي تلاميذ. طيب هذا كله، الله يريدك أن تصبح صانع تلاميذ، وقد ما أنت تربح نفوس للرب. الآن بدي أسألك سؤال، كم واحد من هدول النفوس أنت قادر أن تتلمذ؟ وعمليا خليني أقول لك، يسوع بشر ألافات، يسوع وعظ جبل كان فيش 20,000 واحد، تخيل ملا حملة كرازية كان عملها يسوع، راح حضروا له منبر
ووقف في أحلى من هيك؟ مرة تانية أحلى منبر كان، بتعرف شو كانت؟ سفينة. وقف وبلش يوعظ. كان يستعمل المجمع بعض الأحيان، لكن ولا مرة بتشوف يسوع عمل شيء من دون تحضير. قال كان يبعث تلاميذه اثنين اثنين يحضروا له كل هدول الضيع لحتى اللي يروح فيها. مرة كان راحوا حتى اللي حضروا ضيعة رفضون. صبح يسوع كان يشتغل بتنسيق بترتيب، صحيح؟ شو بكون؟ الآن وعظ قدام ألفات، أطعم الألفات، عمل خضة بالبلد بهذاك الوقت من دون إعلام، من دون CNN، من دون LBC، من دون كل وسائل الإعلام اللي كانت ممكن تكون موجودة الآن عنا إياها. يسوع ما كان عنده ولا وسيلة إعلام، ما كان عنده مطبعة، ما وزع ليفلتس، ما وزع نبز. يسوع تلاميذ ما راحوا عم بيوزعوا اليوم تاو عنا اجتماع عشية الساعة 7، وزعوا وراء مكتوب عليه نرحب فيكم جميعا، تعالوا أيها التعاب. ها؟ في الأسيس يسوع عم بيوعظ بالضيعة الفلين إطلاقا. لكن كيف كانوا يعملوا؟ كانوا يحكوا من التم للدينة، يروحوا التلاميذ وبلشوا يحكوا، يبعثهم اثنين اثنين يشفوا المرضى، يحرروا مقيدين، ويقولون عشية أو بعد ظهر جاي يسوع، أو الناس تسمع أنه جاي يسوع تتجمع. وفجأة يروح يسوع يوعظ يشفي المقال، وكل واحد كان يلمسه كان ينال شفاء. مش هيك كانت تصير؟ مش هذا معلمنا هيك تمام؟ لكن الآن اسمعني جيدا، عمل كل هذه الأمور بثلاث سنين ونص، لكنه لم يتلمز إلا 12 واحد. وأنا وأنت اليوم يا أحبائي بتكون ضيعت حياتك هون على الأرض، اسمعني شو بدي لك لين، بتكوني ضيعت حياتك هون على الأرض، إنك كل حياتك عم تخدم الرب، لكن عندما تنتقل مش تارك هون شيء لألك على الأرض، ناس أنت ناسخ فيهم كل ما أنت تعرفه من الرب يسوع. الله يريد أن يحولك لصانع تلاميذ. لا، في واحد قال أمين ومش عجبني هالموضوع، برضو قلت له هيك وبرضو محال قال أمين. شو هذا يا عمي؟ مش معه أقولكم الغداء زار؟ أنا شو تغديت اليوم؟ مش اليوم يوم 50؟ تغديت ألسنة. هاليلويا هاليلويا مؤمنة. مع توم وحامد هللويا، مشان هيك شايفني هللويا. هذا يقول أمين. الله يريدك أن تصبح صانع تلاميذ، صانع تلاميذ. حياتك هون على الأرض لن يكن لها أي تبقى. نسمعني جاي، مشان هيك الناس بتقول بخلف ما بيموت، صح؟ لما تجوز بصير عندك ولاد، بعدين بتموت بصير ولادك بيشبهوك، وبتلاقي إذا سلالة 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 DNA بعده هو ذاته من 200,000 سنة، يمكن ما في 200، من 6,000 سنة بعده هو ذاته. معكم خبر؟ أليس هذا غريب ورائع؟ إنه نفس الشيء اللي موجود من شي 200 سنة بعده موجود فيك. وإذا بترجع بالتاريخ لشي 200 سنة لورا كان في واحد بيشبهك 100%؟ أليس هذا رائع وغريب بنفس الوقت؟ لا، اسمعني شو بدي اقول لك الان يا احبائي، ان كان هذا يعمل بالعالم الجسدي، الله الان يريد ان يبدا يعمل بالعالم الروحي، انك انت الان متحد بالرب لكي تنجب. لا، ما سمعت، انا قلت لكي تنجب، مش اشخاص مبشره لكن اشخاص متلمذه، تلاميذ. تصنع ماذا؟ لا، تصنع صانعي تلاميذ. يسوع صنع تلاميذ. كيف تأتي التلمذة؟ لاحظوا معي يا أحبائي، يسوع لم يتلمذ من خلال كلية لاهوت، مع أنه بالحقيقة كانت أحسن كلية لاهوت. 3.5 سنين كانوا ساكنين هن ويسوع، أحلى كلية لاهوت. كلية لاهوت بتقدم لك أشياء رائعة،
لكن كلية اللاهوت يا أحبائي ما بتقدم لك التلمذة الحقيقية. لأنه اسمعني جيدا، كلية اللاهوت تقدم لك الكلمة تعلمك، لكن ما بتلمزك. الشيء اللي بتلمزك انك تعيش مع حدا متلمز. ما عم سمعوني؟ ومشان هيك ممكن تكون ملين بكلمة الله لكن بعدك مش متلمز. مشان هيك ساعة فوق ساعة تحت ما بتعرف تصلي مزبوط، ما بتعرف تعيش الإيمان مزبوط، ما بتعرف تخترق مزبوط. مشان هيك ساعة مبسوط ساعة مش مبسوط، ساعة بدك تبشر ساعة ما بدك تبشر، ساعة بدك تجي عند الرب ساعة ما بدك تجي عند الرب، ساعة منطلق ساعة مش منطلق، ساعة بدك تعطي ساعة ما بدك تعطي، ساعة منرفز ساعة ماشي حالك. حسب هبيت هبيت. ويا ويلا إذا شفناك شي مرة مش هيك مسكرة معك وحدا قال لك مرحبا وقال لك هاللويا، كارثة. لكن شو حلو لما بتكون مبسوط ورايقة معك وحدا قال لك هاللويا، بتقول هاللويتين. ليه؟ لأنك بالحقيقة عرفت الرب لكنك لم تتلمس بعد. التلمزة يا أحبائي هي فعل يومي من قبل الرب. قول معي التلمزة هي فعل يومي من قبل الرب. الآن إذا أنت أردت أن تصنع تلاميذ، الموضوع الآن لا يقتصر على أنك أنت تحضر جي 12. في ناس صار يقولون شو هذا جي 12، اسم مسحوق أو شو؟ بيا الإخلاص حتى جننت وجيت. قد ما صار يقولوا له جي 12 جي 12، مرة أجا قال لهم يا عم امبارح كنت نايم وعيت من النوم حلمت حلم. قال شو؟ دق الباب. قمت فتحت الباب قلت له مين حضرتك؟ قال أنا جي 12. صار مهووس بالجي 12. بقى اجى جي 12 ليك ليخنقك بالليل. يو لا، انك تكون جزء من مجموعه، انك ان اردت ان عن جد تلمز اشخاص. نعم معظمكم الان من خلال هذه الكنيسه، من خلال مدرسه الخدمه، من خلال اللقاء مع يسوع، من خلال كل السيستم اللي ماشي فيه هذه الكنيسه بالتلمذه، وبشدد على كلمه التلمذه لاننا نريد ان نخلق تلاميذ. ما بيهمنا يكون في بهذه الكنيسه حضور 20 مليون واحد او 20 الف واحد، لكن في تلميذين. بعرف في كنائس هيك برات لبنان، في كنائس بامريكا في كنيسه فيها شي 15 الف واحد. ورحت سألنا القسيس نيلو الآن مين عندك اثنين بدك تبلش تحط فيهم هالرؤية، دور ما لقى. قال وين تلميذك؟ قال ما في، لقى اثنين، واحد تعرف طلع واحد بقصله شعره القسيس والتاني اللي بيعمل له قهوة. للباقيين 15 ألف واحد بقلب الكنيسة كلياتهم سبكتيترز بسمون أو متفرجين. هذا عم تسمع علي؟ متفرجين. يا لي هذا الحزين، هذه الخبرية بتحزنني. قديش عدد المتفرجين بملكوت الرب؟ كتار للأسف. متفرجين بيجوا هيك بيحضروا كنيسة. وين كنتوا؟ عم نحضر قداس نهار الأحد، حضرنا كنيسة، عملنا واجباتنا، بس يموت مات متمما كل واجباته الروحية. لا ما تمم شيء. متفرجين. شو منجي بنعمل؟ بيقولونا زقفوا، منزقف وقفوا ونوقف، علوا ايديكم، منعلي ايدينا، عدوا بنقعد، صلوا منصلي، وبعدين ما حدا بيعرف حدا. يا احبائي مش هاي هي كنيسة. بفلوا من هون 15 ألف واحد، بفلوا ما حدا بيعرف حدا، ما حدا بيحكي مع حدا، ما حدا قالوا دخلي بحدا. كل اللي بيعملوه انه انا بصلي هونيك. مرة واحد كمان كنت قاطع على محطة بنزين هون بالدورة وعم بعبي لي بنزين وعم نخبره، خبرته عن الرب، اعطيته نبذة هيك وعم بحكي عن الرب، وفجأة قال لي انا مؤمن. قلت له شو عم تحكي؟ قال ايه انا مؤمن.
قلت له انت طيب مؤمن؟ اي كنيسه بتروح عليها؟ كنيسه حياه فياضه. سامتك. قلت له شايفه انت للقسيس بالكنيسه؟ قال ايه كيف لكان؟ انا قلت يا شربي اللي عامل شيء بالكنيسه بغيبه. يا بشيمس انه يجي واحد يحضر مره ويفل افتكر انه هو صار مؤمن ومش الحال، وهو صار جزء من الكنيسه. يا احبائي الان اسمعني، في كثير ناس عندهم هيك افكار. الكنيسه ليس انك تكون متفرج، ان تكون متتلمذ، ليس ان تصبح متفرج، لكن ان تصبح فاعل في جسد المسيح. طلب حدا كله انا فاعل مش مفعول به. امين. شو بكم؟ هذا اول شيء. وان تصبح فاعل بمعنى اخر انك تعيش شخص بهدف. عشان هيك لازم تقرا هذاك الكتاب اللي ورا، بعد في واحد شفت شايفه من هنا، انك تعيش بهدف هون على الارض، تعيش بهدف. سأل سؤال، في ناس تقول شو الهدف؟ طب شو اهدافك؟ شو الهدف؟ او شو هي السعاده المطلقه اللي انت ممكن تدور على؟ حددها، شو هي؟ شو الهدف؟ انك تعيش بهدف، وانك تعيش بهدف. الهدف الوحيد اللي الله ولدك ولادي من جديده فيه من اجله هي انك تصبح صانع تلاميذ. انا رح فرجيكم ايه الان، تيموساوس قبل ما اروح على بطرس، لانه عم نلخص كل شيء اللي حكيناه، ولا ما له اي طعم الشيء اللي حكيناه. كل اللي حكيناه عن التلاميذ، ان كان ما فهمنا هذا اللي عم بحكيه هلا، تيموساوس، تيمو سا وس، تيموساوس الاولى، وراح اولى قلت لك الاولى انا اقول ليش مش ظابطه معي، عم بقرا تسالونيكي يا عمي وني. تيموساوس الثانيه يا احبائي، تيموساوس يرجو، ما هيك يرجو 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 تيموساوس يرجو يرجو اثنين تيموساوس اثنين اثنين صح؟ اليوم كان ليفون عم بيصلي، قلت أمينة. حدا فهم ليفون شو صلى اليوم؟ خبروني منيح كان؟ هاليلويا. تيموساوس الثاني الإصحاح الثاني، وأنت يا ولدي فكن قويا في النعمة التي في المسيح يسوع، والتعاليم التي سمعتها مني بحضور شهود عديدين. الآن اسمعوني جيدا، هذه آخر رسالة كتبها الرسول بولس قبل ما انتقل على السماء. بمعنى آخر هذه من أهم الوصايا اللي ممكن أن تكون متروكة لابنه تيموساوس. ابنه شو؟ كان مجوز بولس؟ ابنه بالإيمان، هذا الأسيس الشاب اللي يدعى تيموساوس كان راعي كنيسة أفسوس، وبيو اللي بشر واللي جابه للرب بولس عم بيكتب له لهذا الأسيس، عم بيقول له يا أسيس تيموساوس، يا ابن تيموساوس كون قوي بالنعمة. قول معي قوي بالنعمة. نقل ليش عم بيقول له هالكلمات؟ لأنه بيعرف أنه بالحقيقة اللي رح يبقى هو أنك تكون قوي بالنعمة. كل ما أنت بتكبر بالإيمان كل ما بتكتشف قديش أهمية النعمة. تعرف شو كتاب اللي كاتبه الأسيس فيل؟ اسمه هيك Thriving in the Grace of God، يعني انك تعيش بالنعمة، او مش بس تعيش بالنعمة يعني تغوص تجاهد بهذه النعمة. نالين لاحظ، والتعاليم التي سمعت مني بحضور شهود عديدين
ودعها أمانة بين أيدي أناس جديرين بالثقة يكونون قادرين على تعليم الآخرين. لاحظ الآن بولس لك كم جيل؟ بولس، تيموساوس. أنت أنا علمتك يا تيموساوس حتى أنت تعلم غيرك، وأنت تعلم غيرك يكونوا قادرين يعلموا غيرهم. أربع جيل بأي وحدة. وهذه هي التلمذة أحبائي. بأنك الآن أنا بدي أسأل، بدي أقول لك شغلة واحدة كتير مهم. إذا أنت عم تشتغل مع شخص واحد، عشان هيك قلت لك الآن اليوم إذا أنت بتربح نفس واحد بس للرب وبتقدر تلمس شخص واحد فقط، أهم من أنك تبشر 300,000 واحد. هذا عم تسمع علي اليوم انك تاخذ شخص. مشان هيك الان والرب يسوع بيعرف الكاباسيتي او المقدره تبع كل واحد منا بالتلمذة. مشان هيك 12 يسوع حط 12، انك انت مش رح فيك تلمذ اكثر من 12 واحد. فيك تبشر مئات الالفات. وين ما بروح بالعالم لان الناس تطلب الرب معي، وين ما بروح بنعمه يسوع بشكر الرب على هذا الموضوع. وين ما بروح تارك لك اطفال روحيين. لك بتعرف شو؟ مش أنا عم تلمزهم. كتير مدى زبول أبولوس زرع وبولس حصد، لكن الرب هو اللي سقى وتمجد. هاللويا. بمعنى آخر، قد ما أنت تعمل الآن محتاج إلى أنك تكون جزء من الجماعة. مشان هيك لما بتكون بالجماعة الاثناش بالمجموعة تجي 12 اللي أنت عم تكون فيها الآن، أنت مش هنيك هدفك باسيف أو هدفك لكي تستقبل وقاعد هنيك مش عارف شو بدك تعمل. عم تقول ايه زادولنا اجتماع نحن مش عارفين كيف بدنا ننقص واحد، يعني زادولنا اجتماع. لا اطلاقا، هذه صارت جزء من المجموعة تبعك. للآن انت عم تفكر كيف انك انت تبلش ايضا يصير عندك اطفال روحيين. هذا عم تسمع علي الآن. تعال بحدا قل له الله، الله اليوم يطوق انه يشوف ولادك. ها انه شوف، شوف 12 سهاك، 12 شربل، هدول أحفادي. هاللويا. 12 ميراي كيرسي، عم بيقول شربل. نشوف 12 فارس، نشوف 12 أرام. ييش راح بصير. أمين. وأنك أنت تخلق الآن أنه أنا الآن بدي أحط هذا اللي نحط فيه، هذا اللي أنا صار لي سنتين أو سنة أو ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ست سنين بهذه الكنيسة عم بستقبله الآن، هذا اللي الله عم بطعميني الآن، أنا أريد أن أودعه بأشخاص آخرين قادرين هن أيضا أن يدعوه بأشخاص آخرين، وهكذا وهكذا وهكذا. يا أحباء اسمعوني جيدا، إذا كل مؤمن ببلش يفكر بهذه الأفكار بعد ست أجيال منوصل لست مليارات نسمة. ليس هذا رائع؟ لأنه الـ 12 بيصيروا 144، 144 بيصيروا 1700، مدري قديش 1700 بيصيروا ما بعرف كم ألفات كم ألفات. الجيل السادس بيصيروا 5 مليارات وشوي. أليس هذا رائع؟ إنك تترك تلاميذهم. بدي أسألك سؤال، كم واحد بيعرف إن هو عم ببلش يعمل تلاميذ؟ هنشوف إيديكم. الآن شو يعني أنك تعمل تلاميذ؟ يسوع عايش معهم، أكل معهم، نكت معهم، شرب معهم، حبهم، حبوه، وسقوا فيه، وسق فيهم. ولاحظ ما عايش معهم لدرجة أنه هن ما عرفوه بعد. وهذا كل اللي نحن عم نعلمه في هذه الأوقات عن التلاميذ، لأقول لك أنه يسوع اللي نقيهم بالحقيقة مش مثل ما أنت مفتكر. أنا وأنت اليوم إذا أنا بقول لك نقي تلاميذ لألك تتبلش تلمزهم، بتروح تقول بدي شربل. إذا أنا وياك اليوم عم نلعب فوتبول، ما هيك؟ ومنقسمها، بتعرف بلبنان هون خيارة فجلة، ما هيك بيقسموا. وبعدين أوكي مين بدك؟ عادة نحن من نقي أقوى شيء، صح؟ نقي أقوى واحد، أقوى لعيب نقي معه يكون معك بالفريق. لكن يسوع ما عمل هيك بالحقيقة. بتعرف شو؟ بتكون عم بتضر حالك لما بتنقي أقوى شيء.
بدك تكون أحسن شيء عندك إنك تنقي أخف شيء. يسوع بالحقيقة لما نقى هدول الاثناش نقيهن يمكن كل الناس كانت عم بتقول يسوع غلط، لكن أناس عاديين جدا 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 جدا، وهذا اللي عم بحكي عنه الآن في كل الوقت، لبل بالحقيقة أكثر من عاديين، في منهم زعران، في منهم رجال أحزاب، في منهم رجال سياسة، في منهم سرائين مثل متى، في منهم أشخاص غريبي الأطوار متدينين، في منهم روحيين، في منهم لا أبدا مثل يهوذا أخو سمعان كاتب رسالة يهوذا، كان مهووس بأمور كثيرة، وبيحكي عنه لما بالرسالة تبعته بيحكيك عن أخنوخ، رجع لأخنوخ برسالة يهوذا. ها أشخاص عاديين جدا لكن بإرسالية غير عادية، إنه يخلق من هدول الأشخاص الناس اللي حامل عليهم بشارة اللي من وراهم أنت اليوم موجود هون، من ورا هدول الأشخاص أنت اليوم موجود هون. يسوع أراد يا أحبائي أنه يشرك عمل البشارة مع البشر، يسوع أراد بأنه الأمر لكي يحدث ينبغي أن يحدث من خلالك، بأنه الموضوع مش رح بصير أن أغمض عين وفتح عين وكل شيء بصير تمام، بأنه أنا وياك بنقعد نصلي قال يا رب روح إلى الأمم، يا رب روح إلى الأمم، رب لك لا أنت روح للأمم لأنه أنا قلت لك لألك تروح للأمم، يا رب يا رب عمول شغلك بجوني، عمول شغلك بالسروان، يا رب عمول شغلك هونيك، لا أنت روح، إيه بس أنا محتاج لحدا يدعمني، لا أنت محتاج أنك تروح، لأنه الآيات والعجائب تأتي بعد أنك أنت تروح مش قبل. ونفسية الناس اليوم هذه الأيام إنه أنا خلي حد خلي زبطوا لي كل شيء أنا بروح، لما بتزبط كل شيء مين عايزك تروح أصلاً بعد؟ ألو على الخط بعدكم؟ لما بيزبط كل شيء مين فرقاني معه منك إذا بتروح أو ما بتروح؟ أنا بروح ساعتها شو بدي فيك تروح؟ ايه ولا لا يا أحبة؟ الله استخدم أشخاص عاديين. نعم كيف تبدأ؟ تبدأ بكل بساطة، اسمعني شو بدي لك لين، شو اللي فرق مع يسوع؟ نعم أنا اللي عم بحكي كل هدول اليوم عم بعطيك تلخيص لكل شيء كنت عم بحكيه، شو اللي فرق مع يسوع؟ شو اللي خلى كل إشي تزبط مع يسوع؟ كلمة واحدة، كان يحب. كلمة كتير مهمة يا أحبائي، كان يحبهم، كان بيحبهم. شو اللي بيفرق معك اليوم إنك بتحب جورج؟ بعرف إنك بتحب فرانسين بس إنه بحكي شتين هلا، ركز معي. إنك بتحب مين؟ مش مجبور أنا أقعد معهم هولي الاثناش، بحبهم، يا ريت فيني أقعد معهم كل يوم، عم سمعني كيف؟ لا بس ما جبرنا الأسيس إنه لازم نعمل ما بعرف، يا الله جايين يا الله كل يوم نتفال يا الله لا بتعرف شو يمكن أفضل إنك ما تكون موجود إذا هذه هي النفسية، لأنه بالحقيقة رح تخلق ناس هيك على صورتك كمثالك، كارثة ساعتها. لكن إذا إنسان ملين بالحب هذا كل ما أنت تحتاج إليه، حب. بدي لكم شغلة يا أحبائي، بليز اسمعوني، كما قلت لك ما في كنيسة بالعالم كاملة، ما في كنيسة بالعالم كاملة، حتى كنيسة حياة فياض مش كاملة. ومثل ما دائما بقول هذه الكنيسة كانت كاملة لنهار اللي اجيت فيها أرام. كانت كاملة لنهار اللي أنا اجيت. لنهار كل واحد لنهار اللي أنت اجيت هذه الكنيسة كانت كاملة. قبل ما أنت تجي هذه الكنيسة لما بتفضى بتصير كاملة، هاليلويا.
ما بضل يسوع لحاله يبتير كامل. هاللويا سير ما فيها ولا مشكلة. مظبوط؟ موافقين معي؟ لكن الآن بليز معني شو بقول لك. تعرف شو سر نجاح أي كنيسة؟ الحب. أنا مش كامل لكن الكتاب يقول أن المحبة تستر كثير من الخطايا. هاللويا. اختنا قدسي بتحب تبوس ما هي؟ هلا بقى تبوسني. ما فيك تبوسني يعني حاط مايكروفون. تركينا تصير تشدني بإيدي. بتحب هيك ما هيك شو؟ بس تعرف شو أنا بحبها؟ أخت رائعة. كل واحد فينا عنده شيء ما غريب شوفهم بعض الأحيان غريب جدا. لكن تعرف شو؟ أنت رائع. عمل لي خدمة طالب حد يقول يا زلمة أنت رائع. قال له اللي عملك شوف فنان يا زلمة. كيف طلعت معه هيك ما بعرف. فيك شيء حلو كتير. قال له هيك. قال له فيك شيء حلو كتير. إذا بتريد قل له قديش بتحبه. قل له أنا بحبه كثير. الآن أنت لا تستطيع أن تتشفع. اسمعني شو بدي لك الآن. أنت لا تستطيع أن تتلمز. أنت لا تستطيع أن تبشر. لو بتعرف كل الكتاب عن غايب لكن ما فيك حب للنفوس انسى الموضوع. انسى الموضوع. وبتشوف أسس تخرجوا من كليات لاهوت افتكروا انه الشي سهل. يلا سلمون كنيسة ووقفوا قدام وبلشوا يحكوا كلمات رائعة وطمدينة لكن لا يوجد اي ثمار. ليه؟ ما في حب. ممكن يقول انا بعرف كتير بعرف عبري يوناني وشو اجينا. انا اذا بتعرف شو يعني شو بدي اعمل لك فيهم. لا بس انا اسمع انا كاتب كتب انا بعرف كثير قصص انت محتاج. لا 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 انا مش محتاج. انا محتاج لشخص ما بيعرف شيء لكن بحب. مش محتاج. لا محتاج لناس فيها حب للنفوس. اللي وضعه يسوع بقلب التلاميذ الحب. ليه؟ لان زرع فيهم حب لان هن كانوا محبوبين من قبله. والآن راح فرجيك يا أحبائي بعد ما فعل كل ما فعل بطرس وبعدنا عم نحكي عن رسول بطرس ظاهر بعدنا شيء اجتماع. من بعد ما فعل كل شيء بطرس الكتاب يقول أنه بطرس نكره ليسوع لكن هذا الموضوع بقى يحز بقلب بطرس كل الوقت. والأبشع يا أحبائي بأن نظرات يسوع أنا متأكد بأنها لم تفارق بطرس لمدة 3 أيام. نظرات يسوع. ليه؟ لأنه كان جوا بقلب كان معه وهو نكره بقلب المجمع. يعني مش حدا معي. أنت هون بعدكم ركزين. إذا أنت هون قول هاليلويا أو شيء يعني. أشكركم يعني بعدكم ركزين. هاليلويا. الآن لما كان بالمجمع بطرس كان عم يحضر المحاكمة وخلصت المحاكمة ووقف وأخذوا يسوع وهو عم ياخذوا يسوع الكتاب بيقول بطرس هون نكره مرتين جوا ومرة برا كان في ناس عم يتدفوا ومرتين جوا بقلب المجمع. هيك بيقول الكتاب. بمعنى آخر إن اخدين يسوع وجارينه وبطرس بميل ما بالقاعة عم يخدم عم بينكر يسوع وأنا متأكد بأنه رأى يسوع. والكتاب يقول بأنه ساعة اللي نكروا قال رآه. قرأ بكتاب مقدس ونظر إليه. 3 أيام فيك تخيل نايم أنه أنا كان فيني ما أنكرك لكني نكرتك. كنت بفتكر اني قبضاي. كنت بفتكر انه فيني اتكل على قوتي الذاتية لكني ما قدرت نكرتك. لانه سهل كتير انه لما اكون مع الباقيين انه اكون قوي لكن لما صرت لحالي حسبتها مرتين وثلاثة قلت هذا اخدينه على الموت. الرب شو بدي روح موت معه؟
مع انه كنت عم بقولها قبل، يا رب انا مستعد انه روح معك على الموت. قديش الكلمات هيدي سهله وهيني احبها، لكن الفعل. صار لي 21 سنه مؤمن، من سنتين كنت بارمينيا، وكان دائما الرب يسالني هذا السؤال. والان اذا انا عم خبركم هالخبريه عم بحكيها بكل مخافه الرب، ما عم بحكيها باستخفاف، عم بحكيها بكل مخافه الرب. انا وجاي من ارمينيا الرب سالني مجددا هالسؤال، مع انه كان دائما بيسالني شادي انت مستعد تموت كرمالي؟ ما بعرف ليش اوقات بصير يسالك هيك اسئله يا اخي، ليش بصير يسالنا هيك اسئله؟ يعني تعرف شو اقول لك بصراحه؟ قلت له لا مش مستعد. الا من شي سنتين تقريبا انا وجاي على الطياره الروسيه، عادة كل الطيارات بتطير هيك، طيارة روسية بتطير هيك. فجأت يعني عم تزقف. وقاعدين ورا والزلمة مش عم بيعرف السوقة مزبوط، يعني هلكنا. قاعدين ورا وبأماني أحبه، وفجأة سؤال الرب بطن بدينتي، شادي مستعد تموت كرمالي؟ ذكر كنت دمعت يعني بهذيك الوقت، لكن قلت له يا رب نعم، إذا هيدا الشيء اللي بدي كلف من أجل النهضة تأتي نعم، لكن مش أقل من هيك. وعم بقولها الآن بكل مخافة، عم بقولها الآن بكل مخافة قدام الرب. ما بتمنى هذا الشيء يحصل، ما هذا سيء فهمي، ما رح روح انتحر، ما رح روح له الناس أوصوني، يلا أوصوني أوصوني، لا أطلاقا. لكن الآن من بعد ما حسبتها مزبوط، نعم يا رب، نعم يا رب. بطرس قالها بوقتها، لكن قالها بقوة جسدية. أنا كان فيني أقولها بقوة جسدية قبل، لكن ما بدك تقولها، تقول انه ايه اكيد ولا امين شو بكم له. انا وبتسمع اليوم ناس بالشارع، انت مؤمن؟ مؤمن اكثر منك انا، يي شو مؤمن انا بروم؟ وجهك بيكفر بالله وبالدين وما بيخلي شيء وما بيبقى، بس انا مؤمن. شو بقى انا مؤمن؟ اسمع ناس، هلا انت بدك تزيد علي بالايمان؟ شو مين بفتكر حالك انت؟ هلا انتو هالفركوحين ونص بغيروا العالم؟ كم واحد سمع؟ هلا انه انتو صرتوا، هلا انه انتو صرتوا فهمانين وكل الناس غلط، انه بدك تقنعوني انه انتو جماعه فهمانين وبتعرفوا مزبوط وكل الناس غلط؟ ايه لا مش لأي شيء، بس لأنه هيك إنجيل بقول. لا إذا بتخليني شوف إنه إنجيل ما بقول هيك، بوافق معك، بس الإنجيل هيك بقول. لا في فترة من الفترات يا أحبائي كان كل الأرض غلط، في واحد معه حق، تعرف مين كان؟ يسوع. الله لا، الله مش ديمقراطي، ما بيمشي بالأكترية والأقلية. تعرف شو؟ أنا والله الأكترية. لو كل الناس قالت لا، إذا الله قال إيه، تعرف مين كلمة مين تمشي؟ ليه؟ الله مش ديمقراطي. ما في تصويت بالسماء، ما في انه شو رايكم شباب يلا حطوا اقترعوا، ايه لا ايه لا ايه. لو كل الخليقه قالت لا، الله قال ايه، بصير مثل ما الله بيقول. فليكن الله صادقا، الكتاب يقول وكل انسان كاذب. الآن وفجاه يا احبائي كان على بطرس ان يحيا بهذا الذنب لثلاث ايام. الكتاب يقول وبكى بكاء مرا. انا بقدر اتخيل هذا الموضوع. اليوم انا بدي اسالك سؤال، الان لما انت بتحس انك عصيت الرب، قديش هذا الموضوع بيأذيك؟ تعرف ليش بعض الاحيان ما بقى يأذيك كثير؟ لانه قلبك قاسي صار. تعرف ليش قلبك قاسي؟ لأنه الخطية بتقسي القلب.
ما حدا عم سمع علي الان. بدي اسالك سؤال، كم مره بتتذكر اول مره خطيت من بعد ما طلبت الرب؟ شو حسيت؟ كنت على اساس انه انتهت هالقصه وفجاه خطيت. كم واحد حس شو راح يا رب وبكي؟ نعم، مين بيعرف انه لكن بعد مرتين ثلاثه اربعه خمسه سته؟ تعرف شو صرت تعمل بعدين؟ سامحني. هللويا. نعم، ليش انا وانت صرنا هيك؟ اول شيء لانه القلب قاسي، اثنين لانه مخافه الله ليست حقيقيه بعد بحياتك. مخافه الله هذا موضوع اخر فيك تحس عليه اذا بتاخذ ترتيب ثم المجد نحكي عن هذا الموضوع. لكن الان ثلاث ايام يبكي بكاء مرا الى ان فجاه سمع اثنين نسوان عم بيقولوا له رحنا على القبر اليوم والاناه فاضي. الكتاب يقول قال اجوا المريمات وبشروا التلاميذ يسوع مش بالقبر، ليش شو صار معنا؟ الكتاب يقول بأنه ركض هو ويوحنا على القبر. قال لكن هو ركض، يوحنا ركض بالأول بقول الكتاب المقدس وبطرس لحقه، لكن الكتاب يقول بلوقا بأنه الوحيد اللي فات على القبر هو بطرس ولمس الأكفان. بطرس تعرف ليش؟ يريد أن يبدأ بداية جديدة. صوات الملائكة بتعش كانت عم بتقول والرائع بالرب يسوع كان بدي يعطيه فرصة، روحوا قولوا للتلاميذ ولبطرس. أهم شيء دوروا على بطرس وقولوا له، مع أنه إذا بدك تدور بالحقيقة كلياتهم ما كان حدا منهم مبين، كلياتهم تفرطعوا ورح فرجيك شو كانوا عم بيعملوا بالحقيقة. يا ريت بس تفرطعوا. ومين كان قائد الحملة؟ بطرس. بيدو كان قائد الحمل. بيدو بتقرأ عنه بيوحنا، يوحنا إنجيل يوحنا. لاحظ طولوا بالكم مع اليوم تنخلص. أمين. تعطوني فرصة اليوم خلص ولا مكم ولا شو ولا بنهي اليوم شو؟ لاحظ لين أو بعد ذلك الآية 21 أظهر يسوع نفسه للتلاميذ مرة أخرى عند شاطئ بحيرة طبرية. لكن شو كانوا عم يعملوا عند شاطئ بحيرة طبرية؟ قال اجتمع سمعان بطرس وتوما. ليك مال الاثنين عم بتخيل سمعان أصلا مزعوج. سمعان راح الرب يا أخي شو بعرفني، كان عندي مرة وولاد وبزنس ماشي حالي ورحنا نكرناه، يا الله كيف بدي أعمل قصة. وفجأة توما، بتعرف مين بده يطبطب له لسمعان؟ ليك مين؟ نا أبشع شيء إنك تكون أنت عايش بفترة صعبة ويجي واحد مثل توما يكون صاحبك. وفجأة سمعان عم يحكي هيك، بطرس عم يحكي هيك، وفجأة إجا توما لعنده قال أصلاً الخير لا كنت عارف شيء ولا شيء، أصلاً قلت لكم أنا قبل ما كنتوا تصدقوني. أصلا ما كنت عارف وين جايبنا وين أخذنا ولوين رايحين وكل هذه المسألة، لا كنت فاهم كوعي ولا منبوعي ولا شيء يا خي. وفجأة قال طب تعرف شو هيت لنروح نتصيد. قال ونسنائيل وهو من قانا بمنطقة جليل وابني زبدي وتلميذين آخران. يعني لاحظ ابني زبدي لأنه شراكي مع بطرس، قال لك يلا ونحن كمان منروح نتصيد. قالوا خلينا نروح نتصيد سمك، مع أنه كلمة الرب كانت لبطرس يا بطرس أنت صياد بشر مش صياد سمك. شو أخذك يا بطرس الآن؟ شو اللي عم بيرجعك للعتيق؟ شو اللي عم بيرجعك لورا؟ اسمعوني جيدا يا أحبائي، احذر الحزن الذي ليس بمشيئة الرب. إذا ما سمعتوا شيء من اللي قلته اليوم، إذا كنت كل نهار ساهي وبطنك عم يوجعك من الأكل هلأ اليوم بالاجتماع، إذا ما فهمت ولا شيء من اللي أنا قلته، إذا بتريد الآن اسمعني، احذر الحزن الذي ليس بمشيئة الرب قد يقودك إلى الإحباط وإلى الإنسان العتيق.
هذا سامع أنا شو قلت اليوم؟ نعم، هناك حزن الكتاب يقول بكورنثوس يؤدي إلى التوبة. بعض الأحيان الرب يحزنك لكي تتوب، هذا حزن من الروح القدس. الحزن الذي من الرب يؤدي إلى التوبة، الحزن الذي من إبليس يؤدي إلى الأحباط، يؤدي مش بس إلى الأحباط، إلى الكآبة، إنك تصير حزين حتى الموت. هذا الشعور قطع فيه الرب يسوع المسيح على نفسي حزينة حتى الموت، من خلال الضغط والأرواح الشريرة والحروبات اللي على حياتك. ممكن تفكر بهذا الموضوع، لكن اسمعني شو بدي لك الآن، لا تجعل هذا الحزن يقضي عليك، لكن في وسط هذا الحزن الآن انتفض واعلن، إن كان الرب معيني لا أخاف ماذا يصنع بي البشر. ماذا تفعل في وسط هكذا أوقات؟ اوعى ترجع تتصيد سمك. نعم، في منكم بطرس راح يتصيد سمك، في منكم ما بيتصيد سمك، بيروح بيقعد بمكان ما، نزل لي كيسين هذا العتيق تبعه، كتر لي فيهم دبل. فجأة شو بك خيي، تركني دخيلك يوم. شو بك يسوع يا زلمة بحب، تركني دخيلك، بحبني بس تركني دخيلك، تركني حط لي يا بنت السلطان. زبط لي ميزة على زوا. شو بك شو قصتك، تركني كتاب حياتي يا عين. وعادة بصيروا يدوروا على الأغاني اللي أصلاً كانت تعني لهم شيء. تقول أنت عم تسمع نفس الغنية ما عم بصير شيء معك، بتضحكك هو عم يبكي، يا أخي شو هالغنية بتذكرني بسماح بسوريا، هالغنية بتذكرني بعباس. وفجأة بصير حساس، حالة شيء بيجرحه، هالشي بدي وحزين، وفجأة بصير تقول له شو بك. في ناس بحبوا هيدي الفترة على فكرة. عم سمعني شو عم بقول لك؟ لأن في ناس بينبسطوا ما بدهم يطلعوا منها، تعرف ليه؟ لأنه عندهم جاذبية للحزن، عندهم جاذبية لرساء الذات، عندهم جاذبية لأنه يقعدوا هيك مع حالهم ويدوروا على الناس اللي مثلهم. إن الطيور على أشكالها تقع. لا ما سمعتوا شو قلت، ما حدا عم، ما بعرف ليش اليوم تقليم الغالب، بس اسمعوني شو عمل. إن الطيور على أشكالها تقع. عادة المحبطين بيقعدوا مع المحبطين، بشدوا بعضهم لبعض، وفجأة بتلاقيهم بقلب الكنيسة قاعدين هيك مع بعض وعم بيبكوا، وبصيروا لك هذا البيت مال الكنيسة كلهم فرحانين، يا الله شو الكنيسة كلهم فرحانين، خدونا على كنيسة فيها بكاء. مش معقول ليك تركنا ليك، ما لا ترانيم عم بيرنمونا، ترانيم فرح، ترانيم انتصار، مش عارفين نحن مهزومين. فجأة تطلع ترنيمة هيك مثلا، شي ترنيمة عبادية هيك، بس ايه يا الله، هاي إن كنت ضعيف قويني. نشكر الله من أجل الترنيمة، رائع. عليك بعض الأشخاص بتعملوها بطريقة غلط. ما الذي يحدث؟ هذا حزن يؤدي إلى الموت، حزن ليس من الله يا أحبائي. طب ماذا تفعل بهكذا الظروف؟ افرح بالرب، ما في شيء اقدر افرح فيه. شجع نفسك وافرح بالرب، ما قيم الايام حول داود يا احبائي، قتلوا سرقوا غنائمه، قتلوا اخذوا نسائه، سبوا اولاده، حرقوا مدينته، وحتى جنود اللي حبيبات قلبه تلميذه قاموا عليه بدون يقتلوه. الكتاب يقول لم يجد داود مين يشجعه، فقال وشجع داود نفسه بالرب وكتب مزمور، لماذا تكتئبين يا نفسي.
شو عم تكتئبي؟ لماذا تكتئبي؟ كل واحد قال لماذا تكتئبين يا نفسي؟ شو بك؟ ترجي الله. الله بعده صالح. بعد ما تغير ما تغير. الرب بعده صالح. بعد ما تغير الرب. خطته ما تغيرت. محبته ما تغيرت. قوته ما تغيرت. ايده ما تغيرت. المستقبل بعد ما تغير. لكن انت الان انتفض واقول انا الان في المسيح يسوع. انسى ما وراء وتقدم الى الامام. ان فرح الرب هو قوتي. فرح الرب هو قوتي. لاحظ ما قال حزن الرب هو قوتي. قال فرح الرب هو قوتي. ولا مرة بالكتاب المقدس بقول احزنوا كل حين وايضا اقول لكم احزنوا. ما في هيك اي قريت انا شي ما قريت ولا مرة انا اي بتقلك احزن. دايما بتقلك افرح. دايما دايما. ما في ولا اي بتقلك احزان. حدا يجيب لي اي بتقول احزان. بس لازم نحزن بقى. حزانة مع الحزنانين. ايه امين. انا بحزن مع الحزنين اذا واحد محزون. لكن بس اطلع من عنده هاليلويا. خلصنا. وبعد احيان الناس بيروحوا بده يعزوا بدل ما يعزوا بزيدوا الهم على القلب. وخاصة بالعزوات هون عندنا في لبنان بيجيب لك الزغلول. انه جيبوا لنا واحد يبكينا ولو. يا بطانوس يا بطانوس. جاي عز الزلمة. مفروض ان واحد اتعزى. انا اتعزى فهمني يعني بطل حزين. اتعزى ما بيزيد الحزن تبعي. مرة واحد قد ما حب الدفن يعني صار مدمن دفن. صار محترف عزوات. تعرف شو عمل مرة؟ صور بيه وهو ميت حطه عنده بالبيتك. وسجل كاسات طبعا ندبة. سجل وهيك وحطه كل يوم بيقعد بحطه. يا أحبائي الحزن الذي ليس من الرب. لا ما حدا عم يسمع علي اليوم ما بعرف ليش. قلت الحزن الذي ليس من الرب يقتلك. لكن نشكر الله من أجل يسوع الذي يأتي بالوقت المناسب لكي يخرجك من حالة الأحباط. وفجأة يسوع يأتي إلى بطرس. بطرس قاعد عم يتصيد سمك. وفجأة يسوع واقف على الشط. شباب شو تصيدتوا شيء؟ مثل العادة الصيادين فاشلين. قال كبوه على تاني ميلة. والكتاب يقول تخرقت. قال وفجأة سمعوا صوت. قال إنه الرب. الكتاب بيقول يا أحبي. قال بطرس نط من الشختورة. ما نطر هنا. يلا إنه الرب. صار كله نزل. بطرس ما نطر. قال نط من الشختورة وذهب إليه. وفجأة صار في حديث بين بطرس والرب يسوع. بطرس أتحبني؟ انا عم بتخيل بطرس عم بيقول انا اللي بدي اسالك السؤال مش انت اللي بتسالني السؤال. انت بعدك بتحبني. اليس هذا رائع بمحبه الرب يا احبائي؟ يا رب انا بدي اسالك انت بتحبني يا يسوع؟ انا بحبك اكيد بطرس. اكيد بحبك. لا بغض النظر انك نكرتني. بغض النظر كل هذه المسائل انا احبك محبه ابديه. احببتك من اجل ذلك قدمت لك الرحمه. صرت عزيزا في عيني وأنا قد أحببتك. نقشت اسمك على كف يدي. بقى تشوفوا شوف المسمار. هذا اسمك يا بطرس. أتحبني؟ فقال له بطرس. قد ما هو مستحي بطرس وتعبان. شباب اعطوني ضربة فوليوم إذا بتريد لأنه نبح صوتي. قال له إيه يا رب أنت تعرف يا رب إني بعزك. كلمة بحبك بالأولاني هي فيليو. يسوع بيقول له أتحبني. كلمة تحبني هي كلمة أجابي. كلمة أجابي أجابي الحب الأجابي هو الحب اللا منتهى. الحب الغرامي.
الحب الفيليو هو انه بعزك، انه بتعجبني. يسوع قال له مغروم فيا لبطرس، بمعنى اخر بطرس قال له بعزك، مش مسترجي قال له انا بحبك، بعدني ناكرك، كيف بدي اقول له بحبه؟ قال له بهذا الحب البسيط ارعى خرافي. انا ما بطول عليكم. مرة تانية سألوا أتحبني يا بطرس؟ أتحبني؟ وفجأة بطرس قال له يا رب، يا رب دخيلك ما بقى تكتر علي كثير، بعزك اطعم خرافي. بالآخر تعرف شو الرب سأله كمان لبطرس؟ قال له بطرس انسى الموضوع، أتعزني؟ ما بدي أسألك إذا بتحبني، يا خي بتعزني مزبوط؟ يا رب أنت تعلم كل شيء، وتعلم يا رب أني بحبك. الآن يا أحبائي، وانتظروا يوم 50، الله راد اجتماع تالي سوف أتحدث عن الموضوع، ونبلش مباشرة بهذاك الاجتماع نتحدث عن المواسم. لكن الآن أشعر بقلبي، خلينا نوقف مع بعض الآن، أشعر بقلبي الرب اليوم يريد أن يلمس أشخاص، يكسر منك الآن أمور العالم وحزن إبليس. هللويا، مجدا 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 مجدا. ارفع يديك هيك لعند الرب وقال له يا سيد الآن افعل بحياتي الآن يا رب، ساعدني يا رب لأني أحتاج إليك أن تأتي يسوع، تلمس قلبي اليوم، تخرجني من أي إحباط، من أي كآبة يا رب، تجعل قلبي من جديد قلب جاهز للتوبة، توبة حقيقية ليست توبة شفاء يا رب، قلب جاهز للعمل معك باسم المسيح، قلب جاهز يا رب، مش حجر، شيل قلب الحجر وحط مكانه قلب من لحم ودم، اجعل مخافتك يا رب حقيقية فيا باسم المسيح. الآن أريد أن أصبح تلميذ، لكن أيضا أريد أن أتلمز. أعلن هيك كل واحد، يا رب جهزني لكي يصير عندي قلب للنفوس. ارفع يدك، ارفع كل شخص الآن، كل يد مرتفعة معي، قل يا رب الآن حط فيه قلب للنفوس، بدي بلش اطلع يا رب. التلمزة هي ليست يوم، ليست اجتماع جي 12، التلمزة هي كل يوم اني اهتم بهدول الاشخاص، اني كل يوم كل يوم اتصل احكي معه، اذا ما اتصل صلي، فكر فيهم، فكر بولادك الروحيين، تقول يا رب الان ما بدي اتركه لفلان. يسوع يا احبائي بليز معوني جيدا، لما كل واحد ببلش يفكر ويهتم بامور غيره، الله بيبعث له شخص يهتم فيه، لأنه كل ما أردت أنه غيرك يعملوه لألك أنت عمله لألهم. يا لهذا المبدأ الرائع، إذا بدك حدا يعطيك روح أعطيه حدا، إذا بدك حدا يزورك روح زور حدا، إذا بدك حدا يفرح فيك روح فرح مع حدا. للأسف لكن أنا وأنت نستغل بعضنا البعض، متلاقي حتى صداقتنا هي بس للنقل، للاستغلال، لنعمل manipulation، لنحط سيطرة على بعضنا البعض، تلاقي أشخاص تقترب منك لأنا بدها شيء منك كل الوقت، بدل ما مين بده يكون صديق شخص بيضل ينق، مين بده يكون صديق شخص بيضل مش عيجبه شيء، مين بده يكون صديق شخص بيضل شايف الدنيا بظلمه وباحباط، مين بده يكون صديق شخص كل الوقت سلبي سلبي ما عنده شيء ايجابي بهالحياه، ولا مره بتسمع بيضل يحكي على الاخرين، ولا مره بتسمعه عم بيحكي شيء منيح، ولا مرة بتسمعه عم بيشيد بحدا، عم بيشكر حدا، عم بيفرح حقيقة، لكن حتى نظراته فيها استغلال، طريقة حياته فيها استغلال للناس. هذا ليس الحب اللي عم بيحكي عنه يا أحبائي، حب اللي تبع يسوع قال ما من محبة أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه من أجل أحبائه، إنه حب البذل، حب الذي لا يريد أن يأخذ أي شيء لكن يريد أن يعطي. انك تحب اشخاص ما بدك شيء منهم لكن بدك تعطي، ما بتفكر باي مصلحه لك، ما عندك اي مصلحه غير انك تحب وتحب
وتحب يا رب. أنا أريد أن أحب النفوس وأن أتلمذ يا رب وأن أعيش من أجل هذه النفوس. إذا أنت هيك مظبوط الآن بدي إياك الآن ترفع إيديك وتقول يا رب حط هذا الشيء في اليوم. بلش صلي بروح القدس قال يا رب بدي هذا الشيء اليوم يصير فيي. بدي تغيرني يا رب اليوم. أنا مش جاي أتسمع لعزة، جاي أتغير. جاي أسمع صوتك حبيبي يسوع بأنك تغير حياتي اليوم. كنيسة حياة فياضة كنيسة متلمزة. كنيسة حياة فياضة تصبح كنيسة تلمزة. تلمزة حقية، نصنع تلاميذ بدورهم يصنعون تلاميذ. نعم 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 نعم. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب. الآن إني أريد أن أهتم. كل واحد يبلش يعلن أنا خادم ليسوع، أنا خادم ليسوع. أريد أن أهتم بالنفوس. أريد 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 أن أصير قلبي يخفق مع كل واحد ضايع. أريد يا رب إنه مش بس أبشر لكن انتبه، اتصل، صلي، زور، اخدم يا رب، اخدم النفوس، غسل جرين، حب حب مثل ما أنت بتحب. هاليلويا. صلي بقوة، صلي بقوة، صلي بقوة. هاليلويا. أنا بديك الآن تبلش تعمل هيك اليوم، بديك تبلش تعمل هيك. دور على حدا بعد ما بتعرفه اليوم وقال له حابب اليوم صلي لك وباركك واتنبع عليك وقال لك أنه الرب يريد أن يعمل بأمورك حياة صالحة، أمور صالحة. الآن كل واحد الآن يروح يترك مكانه. الآن دور على حدا بعد ما بتعرفه، بعد ما بتعرفه ليسوع بحبك اليوم. اللي ما بعرف أنت شو أتعرف عليه، سأعرفه عن حالك، قل له شو اسمك، قل له شو اسمك. بنات مع البنات، شباب مع الشباب. الآن قل له يسوع بحبك، أنت خيي. هاليلويا. بتقلي بس أنا بعرفهم كلهم. طيب إذن لقي حدا بتعرفه. مجدا 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 مجدا. شكور الرب الآن، ما يضل حدا لحاله الآن. شكور الرب، قل له الرب بحبك حبيبي. هاليلويا هاليلويا. لو بدي باركك باسم يسوع خي، يا ريت فيني غسل لك اجريك اليوم، لكن بدي بلش اتعلم فيك اليوم. لو بدي اتعلم انه حبك، تعرف شو قل له؟ بدي اصير ملاك الحارس. بدي 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 اعمل لك مفاجاه، بدي احبك. هاليلويا. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب. اجعلنا يا رب خدام لبعضنا البعض، ولا واحد يضل حاله. إذا بتريدوا الآن، إذا بتريدوا جميعا جميعا دون استثناء. بارش هللويا هللويا هللويا. شكرا لك يا رب. ما أحسن وأجمل أن يجتمع الإخوة معا. هناك أمر الرب البركة. يا رب بركاتك الآن تأتي على هذه الكنيسة. يصلي نعمتك حبيبي يسوع. في أشخاص هون بالنص محتاجين لحدا يصلي معهم الآن. توني في حدا هونيك ورا، يا ريت يا ريت في حدا خيي هونيك ورا. في حدا، في شباب هون جديد. جليل في هون 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 هالميلة. في حدا ما بيصلي بعد، لقون اللي ما بيصلوا بعد. مجدا مجدا مجدا. ولا واحد هيك ضل متفرج، لكن جميعا نصلي. الكتاب يقول ان الرب سكب محبته بقلوبنا بروح القدس. اجعلني يا رب، اجعلني يا رب خادم لك حقيقي. اترك لي تأثير على الارض، تأثير بالعطاء، تأثير بالخدمة، تأثير بالحب، تأثير بالصلاة يا رب باسم الرب يسوع. ساعد المحتاجين، صلي للحزانة للتعبانين، زور مكسوري القلوب. ساعدني يا رب اني اصبح فاعل. ساعدني يا رب، ساعدني يا رب. اخلق في هذا القلب، اسكب في حبك يا رب، اسكب بقلبي حب. شيل مني كل أنانية، شيل مني كل أنانية، كل حب لذاتي باسم المسيح،
باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع.